بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم والدنيا بخير. صفحة جديدة مع بداية سنة بنفتحها وننسى كل اللي فات. بداية جديدة مع كل اللي زعلنا منهم زمان. بس يا ترى هنقدر ننسى كل الأزمات؟ ناس تستحق نديلهم فرصة تانية، يمكن نتجاوز معاهم كل التراكمات. بس يا ترى مين يستحق الصفحة دي في كل اللي مر علينا من علاقات؟ مين يستحق نفتح معاه صفحة جديدة مع أول يوم في السنة ونتجاوز كل الخلافات؟ سؤال مهم هنطرحه النهاردة في حلقتنا. مين اللي تقدر تقول له هسامحك وهبدأ معاك من جديد؟ معنا إن شاء الله الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. دكتور أهلا بيك، وكل عام وحضرتك بألف خير. سنة سعيدة عليك يا رب. كل سنة وانت طيبة طبعا الأول بمناسبة عيد ميلادك. وحضرتك طيب. وكل سنة وانت طيبة بمناسبة السنة الجديدة. وحضرتك بقى 2024 كده تكون عليكي سنة الخير والسعادة. تكون علينا كل وعلى كل مشاهدين الدنيا بخير. آمين يا رب. يا رب اللهم آمين. بنبدأ سنة جديدة من عمرنا، وسنة جديدة في الحياة، وسنة بنراجع فيها حساباتنا ونشوف مين يستحق يفضل يكمل ويكون موجود معانا ونديله فرصة تانية، ومين اللي هننزله ونقول له كفايه عليك كده خليك السنه اللي فاتت. انا اول حد عايز افتح معاه صفحه جديده هو نفسي. حلو. واي حد بيسمعني هتدي نفسك فرصه تانية يعني؟ وهدي نفسي فرصه تانية، طول ما فيا نفس هدي نفسي فرصه تانية. صح. وهتعلم من اخطائي. صح. وده كلامي لكل الناس اللي بتسمعنا. افتح صفحه جديده مع نفسك. الاول. الاول. الاول واعرف قيمه نفسك. واعرف الفترة اللي فاتت من حياتك انت اخفقت في ايه وكنت كويس في ايه، جيت على نفسك مع مين، ومحتاج ان انت تعرف قيمة نفسك بالطريقة اللي ترضيك واللي تبسطك. لانك لو ما فتحت الصفحة جديدة مع نفسك هتطلع من 23 هتخش في 24 هو نفس التفكير ونفس الطريقة ونفس اللي كان في 23. يبقى الشخصية ما اتغيرتش. مهم جدا ان احنا واحنا بنفتح صفحه مع نفسنا نعرف قيمه نفسنا. صح. لان احنا اللي بندي للناس ازاي ان هم يتعاملوا معايا. لو انا عامل لنفسي قيمه الشخص اللي قدام هيعمل لي قيمه. صحيح. لو شايفني ان انا فاقد الثقه بنفسي وما عنديش شخصيه ومش عامل لنفسي قيمه هو هيعاملني باللي انا بوصله له. صحيح. اغلب الناس بيوصلوا للناس اللي قدامهم ان انا ضعيف في الشخصيه، ان انا فاقد الثقه بنفسي، ان انا بستمد منك القوه والحياه، فالشخص اللي قدامي ما بيكونش ساوي لمياء فبيتحكم فيا. بالنسبه للناس اللي اذونا في 2023 احنا بنقول لهم كتر خيركم. علمتونا والله، اتعلمنا حاجات كتير جدا وتعلمنا من التجارب اللي كنا موجودين فيها، ودي كانت دروس بالنسبه لنا حلوه. لان انا بشوف ان اي انسان بيقف على رجله من الدرس اللي بيتعلمه في الدنيا. طبعا مفيش انسان بيتعلم ببلاش. كلنا المهم بقى انه يتعلم. المهم انه لانه في ناس بتدخل تجارب وبتقع منها ناس وما بتتعلمش برضه. انا عايزه اقول بس بعد اذن حضرتك فضل. كلمه مهمه جدا للناس اللي بادئه السنه دي وفي ناس وقعت منها، يعني سابتهم في السنه اللي فاتت مش مكملين معاهم السنه دي، اوعوا تزعلوا، لانه خليكوا عندكم يقين انه ده الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى كاتبه لكم. ما دام ربنا خلى ناس وقعت من حياتك وما كملتش معاك، اعرف ان هم كانوا مؤذيين في حياتك وان هم ما كانوش الخير اللي هيكون موجود في حياتك، عشان كده ربنا كرمك بانه شالهم من حياتك. لان زي ما حضرتك قلت انت مش قليل، طول ما احنا بنشوف نفسنا مش قليلين، مش قليل مش بفكره منصبك ومكانك وجاهك ومالك،
لا انت مش قليل كإنسان وبني آدم، ليك مشاعر وتستحق انها تحترم. خروج بعض الناس من حياتنا رحمة من الله طبعا لا يعلمها إلا الله، بس احنا كبشر دايما بنشوف ان ايه، بنبص تحت رجلنا. ببقى يعني زعلان ان الشخص ده خرج من حياتي وسابني وتخلى عني و و و بس لو كان كمل معاك كان أذاك. بس برضو وانت بتفتح صفحة جديدة تشوف ايه العيوب اللي كانت في شخصيتك وانت بتتعامل مع الناس وتبدأ تعدلها. يعني زي ما قلنا اول حاجة ان انت تقدر قيمتك، رقم اتنين تشوف لو فيك بعض الاخطاء. انا بحب الانسان اللي دايما بيواجه نفسه، يواجه نفسه بعيوبه ويشتغل على تصحيحها. هو ده الانسان اللي بيكون واقف على رجله، وهو ده الانسان اللي بيكون ناجح. طبعا. واوعى تعتقد في يوم من الايام ان في انسان في الدنيا كامل، الكمال لله. احنا كبشر نعم بنغلط، بس الانسان الشاطر بيقف على رجله بيتعلم من اخطائه. صحيح. بنشكر كل الناس اللي اذونا، اللي سابونا في نص الطريق، اللي عملوا معانا تجارب مش كويسه. انا بقول لهم ان انتوا علمتونا والله، واديتونا درس كبير جدا. ونوعدكم في بدايه السنه الجديده ان احنا هنقف على رجلنا جدا. وعايز اقول حاجه كمان، احنا مسامحين. انا عايز الناس كلها تسامح. العفو عند المقدره. وانت واقف على رجلك كده وربنا مديك القوه، سامح. وهناك فرق ما بين العفو والصفح. العفو ده ان انا خلاص، يعني انا قلت لك مش زعلان منك، بس اللي في القلب بقى ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، الايام تداويه ان شاء الله. الصفح بقى انها تتمسح، ان انا اشيله من قلبي. أيوة. يعني انا اشيل الزعل ده من قلبي. ودول درجتين مهمين جدا. انت قادر تعفي، اعفي واصفح. اصفح. الصفح ده ان انت بتشيل الزعل ده من قلبك. انا مش هشيل الزعل ده من قلبي عشان حد برضه، انا هشيله عشان نفسي. لان انا مش هدخل تراكمات واضغوط واضغط على نفسي واقعد الوم نفسي واجلد ذاتي واجي على نفسي عشان خاطر ممكن يكون حد مرتاح الناحيه الثانيه بطريقه كويسه. الهجر الجميل زي ما ربنا قال، وهجرهم هجرا جميلا. انا هرتب الناس في حياتي، هرتبهم كده في حياتي، اعرف مين كان معايا ومين ما كانش معايا، مين سندني ومين وقعني، مين قال عليا كلام كويس ومين قال عليا كلام مش فيا. انا داخل السنه مين اللي كان قدامي بوشه ومن ورايا بوش تاني. طبعا. مين اللي كانت حقيقته مختلفه عن التعاملات اللي كان بيتعامل بيها معايا. يعني في الحياه اشكال كتير جدا لعلاقاتنا مع بعض بتختلف من شخص لشخص تاني. استاذنك ناخد التليفون. مدام رشا. ايوه، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه، كل سنه وحضرتك طيبه، يا رب يجعلها سنه جديده عليك يا رب. امين يا رب. سعيد عليكم كلكم يا رب. يا رب ربنا يهنيك يا رب، يديك كل سعادة. أنا بحبك جدا ورنيت على اسمها. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك، نورتيني. الله يخليك. اتفضلي. لا أنا مش هرن أسأل سؤال، أنا رن عشان أعيدك. يا حبيبتي تسلمي، ربنا يخليك يا رب، يا مداخلتك على راسي. كل سنة وانتي طيبة وبخير. اتفضلي يا دكتور. حتة إن احنا بنسامح، احنا هنسامح ومش هنشيل حاجة من حد. بس وأنا بسامح مش هدي فرصه لحد تاني ياذيني. انا اتعلم بقى. هي دي الحته اللي احنا بنقول نتعلم. شخص اذاني، انت اذيتني، كتر خيرك انت علمتني، وقفتني على رجلي، وبعد الصدمه الناس اقف على رجلك. طيب هل ينفع تاني ان انا سامحتك خلاص وعفيت ومش عايز حته ان انا اتعامل او انت تتعامل معايا تاني وتدخل قلبي تاذيني وتوجعني تاني؟ معلش انا مش هسمح لك. ما هو هي دي بقى، هنا انت هتدي فرصة انك تكمل المعاناة اللي كانت في السنة اللي فاتت وتكمل معاك السنة دي، ولا هتقفل الباب وتقف على رجلك عشان انت اقوى من المشاكل اللي ممكن تواجهك؟ اقوى من المشاكل، وفي نفس الوقت انت خلاص انت جربت شخص كان موجود واذاك ووجعك وعمل معاك كل حاجة في الدنيا وضمن وجودك، وجعك وانت وقعت. طيب اللي انت اتعلمته، لازم تتعلم ان انت تحمي قلبك، لان قلبك ده هو ارق حاجة موجودة فيك، أرق حاجة ممكن تتخدش. لازم تحمي قلبك. طب أحميه إزاي؟ في ناس كده معينة لازم العلاقات تبقى معاهم إلى 100 سطحية. ما ينفعش يبقى فيها تعمق، التعمق ده هيأذيني. ليه؟ ممكن أكون أنا حد عفوي، حد بتعامل بفطرتي بطبيعتي، مش بفكر في الكلام اللي أنا بقوله، بس ممكن يكون حد قدامي بيقول كل كلمة وقاصد يوجعني، قاصد يأذيني، قاصد يعني يدربك لحياتي. واحنا ما بنبقاش ايه متوقعين، هو ده اللي ممكن يعمل، هو ده اللي ممكن يعمل، انت شفت في السنه دي هو ده اللي ممكن يعمل. وكل الناس اللي بتسمعنا هتلاقي ان في
ناس وقعت من حياتهم. طبعا الحياه مليانه ناس، احنا ممكن نعمل صداقات في ثانيه، وممكن يبقى في ناس موجودين في حياتنا في ثانيه، بس هل انا خلاص اتعلمت السيكولوجيه اللي ابدا اتعامل بيها مع الناس، اللي ابدا ما صدقش التصديق المطلق، حاطط كل فروض الضمان والامان للناس اللي قدامي، معرف كل الناس اللي موجوده اسراري ومدخلهم بيتي انا كتاب مفتوح ليهم؟ لا معلش، انت لازم تحافظ على بيتك، تحافظ على علاقاتك مع وتختار الناس. مين اللي يكون موجود معاك داخل اطار حياتك، ومين اللي موجود في تفاصيل حياتك. الاختيار مش سهل ابدا. هنا اتقالت لي مره حاجه عجبتني جدا ويمكن انا ما بنساهاش ابدا. تخيل كده نفسك سواق اتوبيس، والاتوبيس ده فيه ناس كتير جدا، انت اللي بتختار مين اللي يقعد جنبك ومين اللي يقعد في الكنبه او الكرسي اللي وراك، ومين اللي وراه ومين اللي وراه ومين اللي وراه. صح. ولو قعدت بصيت كده لأماكن كل حد، شوف اللي جنبك ده يستحق انه يكون جنبك ولا لا، لان هو اقرب حد هيكون ليك. هو يستحق انه يكون في الكرسي اللي جنبك، ولا ترجعه في الكرسي اللي وراك، ولا اللي وراه، ولا تنزله خالص وما يكملش معاك؟ انا موافق اكون جنبه، بس ما دفعنيش التذكرة. ما التذكرة دي ثمن على فكرة. اللي هي تذكرة العودة. أيوة. اللي هو على قد ما انت بتمشي في تجربة وبتدي فيها مشاعر واهتمام وبتدي فيها حب، على قد ما العلاقة بتنتهي انت بترجع الطريق لوحدك. طبعا. علشان كده بقول وانت ماشي في الطريق ما تغامرش، ما تجازفش، ما تديش الامان المطلق، عشان الطريق ده كله وانت راجع انت بترجعه لوحدك. يعني في ناس بيشوفوا في بعض العلاقات مع الناس او التجارب في اخطاء، وفي بيتقال عليهم كلام والناس وما زال متمسك. انت متمسك بايه؟ متمسك بالشخص اللي بيوجعك، وما زال بيحكي له عن كل اسراره، ويجي يقول لي ايه، اصل انا قايل له عن سر مهم جدا في حياتي، وقال له ما تقولش، اهم حاجه اوعى تقول لحد، ورجع هو عايره بنفس السر ده. طبعا. قال له مش انت اللي بتعمل كذا؟ الناس لازم تتعامل بطريقه تفكير جديده. على فكره السنين بتعدي وبتيجي، ولكن انت الانسان اللي موجود هنا واللي موجود هنا، طريقه فكرك اتغيرت ولا ما اتغيرتش؟ اتعلمت ولا ما اتعلمتش؟ اصل ما ينفعش ان انت طول الوقت ما بتتعلمش وترجع تقول ايه، اصل هما اللي وحشين، وترجع لنفس الغلط تاني وتكرره تاني، نفس الغلط، وتقول ان هما ايه، وحشين. لا، هما عرفوا منك نقط الضعف اللي موجوده فيك، انت اللي سلمتهم المفاتيح. صح. وابتدوا يستغلوها ضدك، وابتدوا يمشوك بيها. لا، هو مش لازم حد يعرف نقطة الضعف، حتى لو من جواك انت شخصيتك هشة او ضعيفة، تظاهر بالقوة وان كنت اكثرهم احتياجا، تظاهر ان انت واقف على رجلك. ما تحاولش ان انت تاخد ثقتك بنفسك من حد، محدش هيديك ثقة بنفسك، لازم انت تدي نفسك الثقة بنفسك، وتشوف ايه اللي انت محتاج عشان تتعلمه. طب انا في جزئية مهمة للحديث مع النفس عايز اسأل حضرتك عليها، هي صح ولا غلط؟ بس خلينا ناخد التليفون. مو احمد، مو احمد اتفضلي. الو. طب حاولي تكلمينا مرة تانية. ان البني ادم وهو خارج من ازمة يفضل يقول لنفسه انا هقدر، انا قوي، أنا هعدي، أنا هخرج من أزمتي، أنا مش هسيب نفسي أقع، أنا مش ضعيف، أنا أفضل وهكون أفضل. ده أسلوب كويس إن أنا أعدي الأزمة؟ حلو جدا إن إحنا كل واحد مننا بيوصل لنفسه الحالة اللي هو عايز يعيشها، الإشارات اللي أنت بتوصلها. يعني لو أنا طالع مثلا بقول إيه، أنا مش هقدر أعيش من غير الشخص ده، أنا هموت من غيره، أيوه، هشوف نفسي ضعيف وهلاقي نفسي دايما تحت رجله هو اللي بيتحكم فيا. او في شخص بيقعد يزرع فيا، يقعد يقول لي ايه، على فكره انت من غيري مش هتقدر تعيش، ده انت من غيري هتموت، احمد ربنا اصلا ان انا موجود في حياتك. هو عمال يملي فيا ويوصل اشارات لعقل الباطن او اللاوعي، ان انا لما يختفي عني احس ان نفسي راح، احس ان روحي بتنطفي، ابدا ادور عليه وسط الناس. خلي بالكم من الجزء ده، ومحدش يملي عليك اللي يطلع من دماغك. ملي نفسك الشيء الايجابي، قول لنفسك أنا قوي، قول لنفسك أنا أقدر أنجح في شغلي، أنجح في علاقاتي، أقدر أربي ولادي كويس. قول لنفسك إن أنا جميل، أنا جميل، أنا حلو. ساعات يبقى في حد
ممكن ما يكونش جميل بنسبه 100%، بس من ثقته بنفسه ماشي حاسس ان هو جميل. مش بس من ثقته في نفسه، من كتر ما التاني مديله مساحة أكبر من ما يستحق في حياته، فحاسس بثقته في نفسه وممكن يكون لا شيء. ممكن يكون لا شيء. ناخد التليفون. تمام. أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. نعم. الحمد لله بخير، أهلا وسهلا بحضرتك. لو سمحت أنا عايز أسأل سؤال بس، معلش يعني اصبري عليا عشان عينيا. معلش. عينيا، اتفضلي. دلوقتي يعني انا مرات ابني في البيت معايا. تمام. وبتمد ايديها ويعني صراحة اسلوبها مش حلو، كدابة و... بتمد ايديها يعني ايه؟ بتاخد حاجات يعني؟ بتاخد حاجات من البيت. وفلوس، هدوم، اي حاجة تاخدها تعينها ترميها من غير يعني مش محتاجة هي بصراحة. وده معاكوا انتوا بس ولا ده بيحصل عموما؟ احنا ما نعرفش، هي في بيتنا ما بنطلعش كده ولا كده. يعني لو راحت بيت مثلا من بيت اخواته او بيت اي حد تاني، ما اشتكاش مثلا ان هي بتاخد حاجه او كده، او ان في حاجه ناقصه؟ ما بحدش بيقول، ما بتروحش قوي يعني عامه، هم البنات بيجوا حدين. تمام. وهي دي بتمد ايديها وبتكتب وحلفت على المصحف كذا مره كده. الواحد نفسيته تعبت منها. هي بقى لها قد ايه معاكو؟ هي بقى لها يعني سنتين وشويه. من ساعة ما دخلت البيت وهي كده؟ ما كنتش اعرف الصراحة، كنت سايبه لها كل حاجة، ما اعرفش. انت شفتيها 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 بعينك؟ ها؟ شفتيها بعينك وهي بتسرق؟ شفت الحاجة، وطلعنا الحاجة من شقتها وطلعنا كل حاجة من حدها. طب قالت ايه؟ حلفت كده. قالت ما خدتش حاجة وحلفت على ولعند الدهب بعته وحلفت على المصحف ان احنا سرقناه. ان انتوا ايه؟ ان هي ان احنا اللي سرقناه. خدت يعني خدت دهب بعته وقالت انتوا اللي سرقتوا. تمام. فانا مش عارفه اعمل ايه، ودلوقتي هي عايز ابني يطلقها وحابه اقولها تيجي. مش عارفين الواحد يعمل ايه معاك. قلت لها تعالى اخدك اعالجك عند دكتور نفساني. بالظبط. حاجه. قالت ايه؟ قالت انا ما فيش حاجه، مش رايحه لحد، انا حلو. هي طبعا ده السرقه. طيب تابعينا يا ام محمد. عندك اي حاجه ثانيه عايزه تقوليها؟ لا معلش كده زي العسل الحمد لله. طيب حاضر، تابعينا حضرتك. احيانا بيبقى مرض. مرض. واحيانا طبعا. بيبقى يعني هي بتقول بتاخد الحاجات ما بتعملش بيها حاجه لان هي مش محتاجه، فاعتقد انه ده الفيصل بين انه مرض او انتقام. هو مرض، هو مش انتقام طبعا، هو ده داء السرقه المرضيه، وهي متعوده من صغرها على كده، وملوش علاقه بالاحتياج. في ناس بيبقى معاها اغنياء جدا وبيسرقوا. فهي يعني حماتها لازم تفهم ان هي بتعمل ده بطريقه لا اراديه. حماتها لازم تفهم ان هي ما بتعملش ده قصده، هي 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 ده عاده سلوكيه وتحولت الى مرض ونشات بتتعالج عندها. بتتعالج يا دكتور؟ بتتعالج بجلسات علاج نفسي وجلسات سلوكيه، بس عندنا مشكله. ان هي مش معترفه ان عندها ده. او تمام. او انا برضو هاخدها برضو عشان ما اظلمهاش، هي بس عشان صورتها قدامهم فهي ماسكه على حته الرفض، بس لو راحت طبعا عند دكتور وابتدى يتكلم معاها هتعترف ان هي بتعمل ده، بس هي عشان بس قدامهم وصورتها ما تتهزش قدامهم فعماله تعاند اكتر وتحلف وممكن تمسك مصحف بس المهم انا شايفه ان الموضوع ممكن يكون افضل من ناحيه الزوج، يعني الزوج هو اللي يقول لها لازم اخدك ونروح لدكتور من غير ما حد يعرف، يعني حتى لو حضرتك عارفه مش لازم تعرفوها انها بتتعالج او انها عندها مشكله، بس عشان الحياه ما تبص. ده لازم يعني عشان خصوصيتها، ولازم هم ينتبهوا ان ده يعني حاجات لا اراديه، هي بتعمل ده غصب عنها، وحماتها لازم تفهم ده. وحتى يعني لو جوزها وداها للدكتور المفروض ان هو ما يقولش. ايوه. عشان تكمل وتنجح في العلاج وتبقى المشكله دي تبقى انتهت. اتحلت. اه. تمام. طيب نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم ان شاء الله بعد الفاصل. انا اتكلت عليك في كل احوالي. اتكلت عليك في كل احوالي. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. ناخد مدام نجوى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. وحضرتك بألف خير يا رب.
ربنا يخليكي. انا مهما اوصف لحضرتك قد ايه انا بحبك وبحترمك جدا، ربنا يخليك يعني يا رب. ما تقدريش. ربنا يخليك يا رب، ده من ذوق حضرتك. ربنا يخليك. ربنا يبارك لك يا رب. انا كنت عايزه اسال بس بعد اذن حضرتك، انا منفصله من حوالي 16 سنه تمام، والعلاقه مش حلوه خالص بين ابني وباباه، يعني باباه هو اللي رافض يكلمه. عند حضرتك ابن واحد بس؟ اه. هو قد ايه الولد؟ في تانية ثانوي. وليه بابا رافض يكلمه؟ علشان انا كنت رفعت قضية نفقة، فهو كان اتضايق بقى وزعل، لان هو كان شغال في منصب حساس، يعني في وضع حساس وكده، فهو اتضايق ان احنا رفعنا نفقة، مع ان انا قبل ما ارفع النفقة دي كنت ماشية معاه بما يرضي الله، وكلمنا ناس كتير وتوسطوا له على أساس إن إحنا نحل الموضوع ودي وكده، بس هو ما استجابش خالص. ما كانش بيصرف عليه؟ لا 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 خالص. لا كان بيصرف عليه في الأول اللي هو ودي. أنت ودي. طب لما هو كان بيصرف ودي حضرتك ليه رفعتي قضية؟ هو قعد سنة أو أكتر من سنة ما يبعتش. ده خلال السنة ديت احنا بعد، يعني انت ما لجأتيش لده غير لما حاولتي معاه انه يكمل مصاريف الولد، هو كان رافض. تمام. طب ولما رفعت القضية الولد دخل في المحاكم؟ هو دخل لان شهد. هو كان دخل لان هو كان رفع قضية ضم، فكان علشان القاضي يسأله تحب تقعد مع مامتك ولا بابا؟ دي اللحظة الوحيدة. فهو الولد حاول يكلم باباه ويقول له ما تدخلنيش في المشاكل وابعدني عن اي حاجه، انا ماليش علاقه باي حاجه. قال له انا لا عايز اشوفك ولا عايز اعرفك تاني ومالكش علاقه بيا تاني. برضو انا علشان اتقي ربنا فيه قلت له برضو اسال انت على بابا وكلمه، فراح اعمل له بلوك من كل حاجه. قلت له معلش عشان صله الرحم وامانه وعشان ربنا ما يحاسبكش، برضو انت حاول اسال على بابا واطمن عليه. فلما جه فترة كده هو تعب في المستشفى وحاولنا نسأل عليه ما عرفناش نوصل. هو اتجوز؟ ورفض. هو متجوز وانا موجودة معاه، وجابها شقتي وقعدت على حاجتي واستعملت حاجتي فانا ما لجأتش للمحاكم ولا لجأت لأي حاجة الا لما هو قطع مصاريف النفقة. فانا هل حرام علي ان انا دلوقتي الولد رافض ان هو يكلم بابا نتيجة لان هو قال له مش عايز اشوفك ولا اعرفك، هل انا عليا ذنب؟ طيب حاضر. اوصل اكلمه ازاي مثلا، او ارجع العلاقة كويسة بين بابا وبينه ازاي؟ طيب حاضر حاضر. تبيني يا مدام نجوى. ناخد ام ملك. ام ملك اتفضلي. ايوه عامله ايه؟ الحمد لله بخير، اهلا بيكي. والله العظيم سعيدة ان انا اتكلمتك. نورتيني. بقول لك كنت عايزه اسال الدكتوره على حاجه كده. اتفضلي. انا كنت مضغوطه نفسيا، حصل مني تصرف، واحده مسكت ابني كده، فانا حسبت عليا بتضرب، رحت قمت على لا انا مش فاهمه، مش سامعين حاجه، ما سمعتش. معلش قولي تاني. بتقولي انا كنت مضغوطه نفسيا. ايوه. ورحت حصل تصرف مني في الشارع، يعني وسط الشارع قدام الناس، واحده كانت ماسكه ابني كده كانت هتضربه. واحده كانت ماسكه ابنك تضربه؟ ايوه كانت هتضرب، بس هي بتقول انا ما كنتش هضرب، انا مضحك معايا، رحت مسكت فيها. هو ده من الضغط العصبي ولا من ايه؟ انت كنت هتعملي ايه فيها؟ انت مسكتي فيها، انت ضربتيها؟ ايوه مسكنا ببعضينا. ايوه بعدنا بعض. انت خرجتي عن شعورك لما شفتيها هتأذي ابنك. ايوه. فانت بتسألي التصرف ده طبيعي ولا لا؟ ايوه. حاضر. بتعصب على طول من اجل حاجه. انت طبعك عصبية يعني؟ لا. ايوه ماشي، انت شكلك مضغوطة نفسيا. يعني ايوه مضغوطة بس انا انت محتاجة تهدي شوية ومحتاجة تفكري قبل ما تاخدي أي قرار أو أي تصرف، الأمور مش هتتحل. بقول لك أنا كنت واخدة صاحبتي، أنا واقفة معاها وتمام ومفيش أي حاجة. وصاحبتي وبحكي معاها وبقعد معاها، أنا مش عارفة إيه اللي حصل ده مني، أنا بقيت أعيط بعد كده متأذية جوي، وكنت أمال أعيط ورحت بعد كده تأسفت لها وحبست على دماغي. واضح. طيب. ان في حاجات في حياتك اصلا ضغطاكي. ايوه. واضح ان انت مضغوطه كده، انت محتاجه ترتبي كده حياتك كده من اول وجديد، وتسترخي كده شويه وتفصلي
عشان تقدري تكملي حياتك، لكن واضح ان انت يعني واصله لدرجه ضغط كبيره جدا. اهدي كده شويه وافصلي، الامور مش هتتحل. انا عايزه يعني عايزه حل، اللي انا اهدى يعني اهدى. طب هو ده الموقف الوحيد اللي انت تعرضتي له وكان رد فعلك فيه زي ما انت بتقولي، ولا انت ده متكرر معاكي في مواقف تانية؟ لا هو ده صح. اي موقف ولا. ايوه عادي. موقف واحد. ايوه بس موقف واحد، هو ما كانش يستحق منك ردة الفعل المبالغ فيها. ابدأي خدي الموقف ده، طالما هو واحد ابدأي خديه، ودايما شوفي رد الفعل بتاعك اللي كان عالي قصاد الفعل، عشان ما تخشيش في مواقف تانية، عشان ما تقعيش في مواقف زي دي. انا كنت واقفه معاها وتمام وكل حاجه، بس جيت لك مسكت فيها، انا اللي بدأت في الاول. ايوه انت شفتيها عشان هي كانت بتضرب، عايزه تضرب ابنك. ايوه بتقول لها هو ما كان. أيوة. بتقول لها انا ما كنتش هضربه. ايوه هي ممكن تكون تخيلت، حتى ممكن كانت بتحط ايديها مثلا بتهزر، مش لدرجه ان هي ممكن تضربه. فانت خدي. هو ابني انا ضرب بنتها. ايه ابني انا؟ ده في قصه بقى، ابنها ضرب بنتها، فهي انت تخيلتي ان هي بتنتقم، عايزه تاخد حق بنتها. ايوه موضوع كبير. طيب حاضر تابعينا يا ام. خلوا الاولاد يحترموا بعض شويه. طيب تجاوبها هي الاول ولا تجاوب مدام نجوى الاول؟ جاوبها الاول بما ان حضرتك. انا بتكلم ان هي حكمت على الموقف بسرعه، هي محتاجه ان هي تهدى، تاخد الموقف ده وتقيس المواقف اللي تحصل قدام في حياتها عشان ما تكررش نفس الخطا. ايوه وما تحكمش غير لما تتحرى الدقه. وحته ان احنا نربط علاقاتنا ان ابني ضرب بنتها احنا كده هنخسر بعض اصلا. أيوه. دول في الاخر اطفال، وبعد 5 دقايق يلعبوا مع بعض، احنا لازم نقومهم، مش احنا الكبار نمسك في بعض. ايوه بس، وهي محتاجه برضو ان هي ايه تهدى، بس تهدى شويه، ما تاخديش المواقف كده على اعصابك. تغير الروتين شويه، ما تسمعيش كلام ابنك لما يقول لك اللي بنتها ضربتني. مدام نجوى بقى، مشكله بتحصل في اسر كتير جدا، انه ندفع اولادنا ثمن اختياراتنا. فاتوره هو اللي بيحاسب عليها البنت او الولد او الاطفال يعني. فاتوره واللي بيحاسب عليها الاطفال. انا وجهه نظري ممنوع منعا باتا اصلا ان الاولاد تخش في اي مشكله ما بين الزوج والزوجه. طبعا ممنوع يخشوا في اي مشكله، وممنوع ان انا انفس علشان انتقم من طرف، انفس في ابني عشان ينتقم معايا. غلط. ده اكبر. هو انا كده بخلق انسان سوي؟ لا طبعا مش بخلق انسان سوي. وعلى فكره الزوج عليه غلط كبير جدا. طبعا. يعني ايه تعمل لابنك بلوك؟ لا ده يروح لمين؟ الزوج ده يعني شخصيه، انت عندك مشاكل مع امه، هو ذنبه ايه بقى؟ ده شخصيه متكبره وشخصيه مغروره جدا جدا جدا. انت علاقتك انتهت مع مراتك اللي هي كانت زوجتك، بس ابنك. لكن علاقتك بابنك دي علاقه ابديه. ابنك ده باسمك، طب ما انت متجوز تاني واكيد خلفت تاني، ازاي جاي لك قلب اصلا يبقى في حته منك وابنك في السن ده اللي هو عنده 16 سنه فأشد الاحتياج، أشد الاحتياج ليك في مرحلة المراهقة، وأنت بتقفل الباب في وشه. أنا على فكرة عايز أقول لك حاجة، أنا شايف إن الأستاذة هي ما عندهاش ذنب، لأنها حاولت مرارا وتكرارا وما لقيتش باب تاني غير الباب ده. تقرب الولد من باباه وتقرب الولد من باباه، بس هو مش عايز يقرب. ما ينفعش يا جماعة، حتى لو اختلفتوا وحصل بينكم انفصال، ممنوع تستخدموا الأولاد كطريقة للتنفيس. أنتوا بتخلقوا أولاد مش أسوية. الابن اللي بيستخدم ضد أبوه والابن اللي بيستخدم ضد امه بيطلع شخص ناقم على حاجات كتير في الدنيا. طبعا بيطلع شخص مش سوي. وندخل طفل او مراهق محكمه عشان يقول على فكره انا هقعد مع ابويا او اختار ابويا ولا اختار امي، ذنبه هو ايه برضو ان انتوا سبتوا بعض؟ برضه ما ينفعش يعني. طبعا قصه برضه يعني، حتى كمان يعني انا من وجهه نظري مثلا، انت اتجوزت طيب، وابنك خلص فتره الحضانه ومامته ما اتجوزتش، فاهمة قصدي؟ فأنت المفروض طبيعي عشان أنت مشغول عنه يقعد مع مامته وأنت تراعيه. أيوه أنت لأن ظروفك ما تسمحش، بس أنت برضه أنا عارف إن هو ما كانش هياخده، بس هو حتة لوي الإيه؟ طبعا لوي الدراع. ولو أنت بتصرف فأنت بتصرف على ابنك، ده ناق. ما أنا عشان كده قلت لك حتة منك زي أيوة. ما حضرتك قلت مش أي حد يتجوز ينفع يكون أب وأم. طبعا الأبوة والأمومة دي حاجة عظيمة جدا، مش أي حد يقدر إن هو يشتغل عليها. طبعا الأبهات اللي موجودة في البيوت اللي طول النهار تنقد في ولادها وتعنف في ولادها وتشتم في ولادها وتهمل وتطرد في ولادها، أنتوا بتعملوا إيه؟ أنتوا بتعملوا إيه؟ يطلع الابن بعد كده مش سوي. طب ما ده عايش بحتة فقد، إن مفيش أب. طبعا في فقد، فين الأب؟ والأب إيه؟ موجود وبيشتغل ودنيته حلوة وزي الفل.
ذنبه ايه؟ تاخده بذنب امه. طبعا يتمته وانت موجود وهو موجود. يعني نخلي اليتم ده لما يكون فيه فعلا حد توفاه الله، يا جماعه عايز الناس تفوق، انتوا مش قادرين تكملوا مع بعض، بالله عليكم بالله عليكم بالله عليكم، والله الولاد بتجيلي يا لمياء 17 سنه 18 سنه 19 سنه بسبب المشاكل دي. اول حاجه يقول لك ايه؟ انا بكره ابويا، بكره امي، انا كميه اخطاء ونفسيه مدمره ونفسيه هشه، تعبان بسبب ان مفيش حد سمعه. تخيل بقى لما حد يروح لدكتور نفسي عشان يعالجه من حاجه هو ملوش يد فيها، هو ما عملش حاجه، هو ما عملش حاجه، وفي نفس الوقت ايه ده؟ انت هو جاي اكتر ناس وجعوه ابوه وامه، اقرب الناس ليه، اقرب ناس ليه الاب والام، فانت عايز توصل له ان ابوك وامك كويسين. طب يعني طب ما هو بيقول لك ما هم دول اللي سابوني، طب ما هم دول اللي بعدوا عني، طب ما ده اللي سابني وراح اتجوز تاني، طب ما ده اللي بتصل بيه بيعمل لي بلوك. انت بتقول كلام، ما انت هتوصل له الرساله ازاي ان ابوك وامك؟ هتكلمه بربنا هتقول له طاعه الوالدين؟ هيقول لك طب فين ابويا اللي انا اطيعه؟ بالظبط. فانا بقول ان التفتيت الاسري بين الازواج بيخلق اولاد مهمش. على فكره الاولاد بتوصل لمرحله ممكن مش عايزين يعيشوا، لان اول حاجه بتدي الامان للطفل في الحياه الاب والام. بقت هي بقى هم مصدر مش الامان، عدم الامان. وبعد الاب والام هو مين يحب الولد؟ بعد الاب والام مفيش، مش هنلاقي حد. مين هيخاف ومين هيبقى قلقان عليهم؟ مين هيبقوا الحمايه ليهم اكتر من الاب والام؟ يعني مع الاسف احنا الاخطاء بتبقى اخطاء الكبار مش الصغار. صح. نورتني يا دكتور، نورك الجميل، الدنيا بخير بيك، كل عام وحضرتك سلام طيبه وانت بالف خير يا رب. هنروح مع بعض الفاصل ونكمل مع حضراتكم ان شاء الله بعد الفاصل. انا اتكلت عليك في كل احوالي. واحنا بنبدا عام جديد لازم كل واحد يسال نفسه عن حاله مع ربنا في العام الماضي، وناوي يقدم ايه في العام الجديد عشان يكون في ظل عرش الرحمن. تعالوا نجدد العهد مع ربنا ونعمل اعمال خير توصلنا للجنه من خلال المبادرات الكتير اللي ممكن نكون بنتكلم عنها من خلال فقرتنا مع جمعيه البر والتقوى المصريه. خلونا نتكلم اكتر عن اعمال خير مع الدكتور عماد عوض، رئيس مجلس اداره جمعيه البر والتقوى المصريه. دكتور عماد اهلا بيك، كل عام وحضرتك بالف خير، سنه سعيده عليكم يا رب. وحضرتك والساده المشاهدين في احسن حال، ويا رب يكون عام 24 احسن عام على المصريين كلهم. امين يا رب، امين يا رب. يذهب في ربنا الغلاء والبلاء، ويبارك في كل الناس، ويذهب عنهم كل هم، ويسعد قلبهم ويشفي كل مريض. امين يا رب، امين يا رب. انجازات كتير قمتوا بيها من خلال الجمعية، وانا عارفة انه اعدادها كبيرة جدا وفي مجالات كتير جدا، سواء كان في المستشفى او في محطات التحلية او في الابار او وصلات المية او الاسقف او المساجد، حاجات كتير جدا. ولكن في ظل كل الانجازات والعدد الكبير جدا من الانجازات، لسه ما زال في احتياجات اكتر لتلبية رغبات الناس. هو طبعا الفضل لربنا عز وجل في الاول، انه هو سخر لنا من المحسنين والمحسنات اللي هم بيشاهدونا ومتبرع البر والتقوى ومتبرعاتهم، ان هم وقفوا معانا ولازالوا مكملين، وما بنطلبش منهم حاجة إلا وبيلبوها. بشكر في نهاية السنة أو في بداية السنة الجديدة كل متبرع إجا معانا ونزل وتحمل عناء السفر وتعب الطريق وجاب نفسه وزع. بشكر الناس اللي نزلت من ورانا، سعرت الناس لما دلناهم على الأماكن، وبشكر الناس اللي احنا ما نعرفهاش اللي هي بتتعامل مع البنك عموما، بتبعت عن طريق البنك وساهمت كتير قوي في مسح الألم عن ناس كتيرة قوي هي ما تعرفهاش برضو، يوم القيامة هتعرفهم. وبقول احنا بداية السنة ديت عندنا مبادرات كتيرة، ولازم سنة 24 نتميز قوي في عمل الخير، وخصوصا ان هو في بدايه السنه هيهل علينا شهر رمضان ان شاء الله، فعايزين نستعد من دلوقتي. انتوا عارفين ان قبل الشهر كده بحاجه بسيطه الاسعار بتزيد شويه، فعايزين نجهز الكراتين الغذائيه بتاعتنا من دلوقتي. عايزين نعمل مبادره 1000 سقف
من دلوقتي، عايزين نعمل 150 محطة تنقية مية من دلوقتي نشتغل عليهم. عايزين اللي ما شاركش في محطات المية يشارك، واللي شارك يشارك تاني، لأن أحسن صدقة على الإطلاق هي المية، يليها بعد كده بقى المساجد والزراعات اللي احنا بنعملها. هو طول ما احنا عايشين وفينا نفس لازم تعمل، مفيش حاجة اسمها ان انا تصدقت مرة وخلاص، ده هي الصدقة دي حاجة موجودة في حياتك، وياريت كمان تخليها يوميا، عشان دي الحاجة اللي بتغلفك من اي ابتلاء او اي مشاكل او اي اذى ممكن يجيلك، ربنا سبحانه وتعالى يشيله ويرفعه عنك. هو طبعا احنا محتاجين حاجة تحصلنا من المشاكل الكتيرة اللي بتحيط بمصر وبتحيط بينا. احسن صدقة، احسن حاجة ممكن تحصلنا هي الصدقة طبعا، بأمان، لأن ربنا عز وجل مش هيضر متصدق أبدا أبدا. طول ما أنت بتتصدق أنت في ذمة الله، في حمايته، في كرمه، في جوده. وبعدين ما نقص مال عبد من صدقة. شوف كل اللي أنت نفسك تحققه ابدأه بالصدقة الأول، وانوي نية أن الصدقة دي خارجة يا رب بنية هداية ولادي، بنية زواج بناتي، بنية زواج أولادي، بنية شفاء مرضي، بنية اللي انت عايزه. حدد بنية ان ربنا يكرمك حتى في حياتك. هو ربنا عايز مننا كده، ان احنا نحدد. وسيدنا النبي قال انما الأعمال بالنيات. وصدقوني العمل الصالح الى جانب ان هو هيكون سبب في نجاتنا في الدنيا، هيكون سبب ايضا في نجاتنا يوم وفاتنا ويوم الفزع الأكبر. صحيح. طيب نروح نشوف تقرير خاص بجمعية البر والتقوى ونرجع لحضراتكم مرة تانية. أنا تعبت ومش عارف أعمل إيه. أهل الخير دول يساعدوا الناس الفقراء، يهتموا بيهم جامد قوي، يهتموا بيهم جامد، لأن فيه ناس معدومة. انا لو قلت لكم والله العظيم ثلاثه ان انا بحلم مش هتصدقوا. اللهم بارك فيهم جميعا، اللهم بارك فيهم جميعا، اللهم بارك فيهم جميعا. الناس دي كانوا معايا ليل بنهار. انا والله العظيم ثلاثه مش مصدق. الناس بسم الله ما شاء الله، انا فوجئت ان هم جايبين الثلاجه وغساله والبوتاجاز والدولاب والانتريه واوضه النوم. ايه الجمال والحلاوه دي؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. البر والتقوى، انا بشكركم من قلبي، ربنا يبارك لكم جميعا. الناس دي جت خدمتني وكرمتني وعملت كل حاجه كويسه بمشيئه الله سبحانه وتعالى. جم خدموني خدمه انسانيه كبيره. انا كنت بنام تحت مطره وتحت ميه. فالدنيا اتقفلت فوق وتحت دلوقتي، بقت كلها متغطيه ومتسطره. البطن بتاع السقف كله اتغطى مع البياض، مع قبلها منه التمحير، غير الدهان وغير الشبابيك اللي اتعملت وغير الابواب كلها اللي اتغيرت. انا مش مصدق، خلي بالكم والله، انا لغايه اللحظه دي انا فعلا مش مصدق حاجه خالص والله. الحمد لله رب العالمين ان ربنا فرجها عليا بفضله ورضاه. بقول يا رب لك الحمد والشكر، والحمد لله رب العالمين. انا متماسك وايديا وعمال ابوس ايديا وش وظهر، بقول لك الحمد والشكر يا رب العالمين. بقول لكم متشكرين متشكرين لكل من شارك مساهم ومساعد ومساند. وكان برضو من العلاج بتاعتنا برضو ساعدوني فيه صراحه بامانه. كانوا بيبعتوا اقل حاجه ان انا كنت بعوزها او بحتاجها، كانوا بيسابقوا الزمن بيسابقوا الوقت عشان خاطر يجيبوا العلاج ويجيبوا الحاجه. كتر الف خير مشكورين. ربنا يستركم دنيا واخره زي ما سترتوني معاكم في الدنيا. تخيلوا هو كل الفرحة اللي هو فيها دي عشان الحاجات اللي هي أساسيات الحياة، مش من الرفاهيات، مش حاجة ممكن تكون موجودة وممكن لأ. ده أنت بتتكلم في إيه؟ بتتكلم في عفش يقعد عليه وتلاجة وغسالة وبوتاجاز، يعني أبسط الأمور وأقل الأشياء. هو طبعا الأستاذ لملوم كان في كارثة كبيرة جدا. ابنه كان عنده تسوس في العظام، عمل عمليات كتيرة جدا، انتهت ب 16 مسمار في رجليه. طبعا الموضوع ده كلفه كتير جدا، وراجل ما قصرش بصراحة، أثر على شغله، أثر على حياته كلها. فمن هنا صرخته وصلت لنا. فلما رحنا الراجل ما كانش مصدق نفسه، ولما ساعدنا ما كانش مصدق نفسه. أنا بشكر المتبرعين بتاع
تبرعي البر والتقوى، ان هم لما شافوا الحاله تعاطفوا معاها جدا وساعدوها، سواء كان في العلاج او في فرش البيت او في كلام من ده، ده رفع معنويات الراجل ده طبعا، واداله دفعه ان هو يتحمل. هي دي رسالتنا، انا مش هقدر احل مشاكل كل الناس طبعا، وحتى الحاله اللي انا بساعدها انا ما بحلش مشكلتها كلها، لكن انا بقول له انا جنبك، بس انتوا بتعملوا اللي تقدروا عليه. يعني احيانا تبقى طيب وطالبين طلب واحد، وده انا حضرته بنفسي. طلب واحد بس، اي حاجه بسيطه، ثلاجه، غساله، بوتاجاز، فانتوا بتشوفوا الاحتياجات التانية او الحاجات اللي ناقصه، اللي هي تقريبا كل البيت ناقص كل حاجه، وعلى قد ما تقدروا انتوا بتجيبوه. وده بيرجع للساده المشاهدين المتبرعين اللي معانا، هم اللي بيقرروا وبيشوفوا الحاله وبيقولوا احنا عايزين نتبرع بكذا. فانا بشكرهم طبعا في الاول، وبقول لهم يلا همتكم بقى معانا، نبدا السنه الجديده باعمال اكثر واكثر صدقات عشان تقربنا من ربنا عز وجل. جايز هي دي اللي تدخلنا الجنه طبعا. فيلا احنا مسهلين لكم الدنيا، تتصل على 19038 هتلاقي الناس بترد عليك ويجي لك لغايه عندك، لو حابب تاخد حساب البنك، لو حابب في خدمة مصاري، في خدمة الرسائل القصيرة، في تبعت مباشر اونلاين، اللي انت عايزه. حاجة كمان، يعني كل الطرق والسبل متاحة علشان خاطر محدش يقول طب هروح ازاي او هوصل ازاي. بناخد منك كل حاجة، بناخد اساسك المستعمل بس يبقى كويس، يعني ينفع يعاد تأهيله ويشتغل، بناخد ملابسك المستعملة، بناخد الدواء اللي فايض منك ما انتش عايزه، بناخد منك كل حاجة، بس في الاخر صدقني بنحولها لك لحسنات طبعا، لانها بتروح لناس مستحقين بيفرحوا بها قوي. وزي ما حضرتك قلت كده، اوعوا تطلعوا حاجه ما تنفعش وتقولوا احنا تصدقنا، طلع من افضل ما يكون. يعني تختار كويس قوي بدقه شديده جدا، اذا كنت هتطلع بعض القطع بتاعت الموبيلي، اذا كنت هتطلع ادوات كهربائيه، اذا كنت هتطلع ملابس او هتطلع ادويه، تطلع الحاجات اللي انت تقدر تستخدمها عشان غيرك يقدر يستخدمها، مش نطلع أدوية صلاحيتها انتهت ونقول احنا تصدقنا، او لبس مبقع او مقطع او ما ينفعش اساسا ان هو يتظبط تاني ونقول احنا تصدقنا، او قطع موبيليا ما ينفعش زي ما دكتور عماد بيقول انهم يعيدوا تاني استخدامها او يظبطوها او يعملوا فيها ايا كان هي ناقصها ايه يكملوه ونقول احنا تصدقنا. طيب خلونا نروح نشوف تقرير تاني خاص بجمعية البر والطاقة ونرجع لحضراتكم مرة تانية. والله يا جماعة أنا ما عندي بيت ولا يسرنا ولا يسر عيالنا، وعندي أربع بنات، وعايزين يعني كل البيت مفتح، الشبابيك حتى نفسيا مفتحة، الشبابيك حتى نفسيا مفتحة زي ما حضراتكم شايفين كده. دي الحياة اللي احنا عايشينها، دي حياة حقيقية. والله يا جماعة وانا مروح البيت ببقى كل العيال مستنيني اجيب لهم اي حاجة، وال 50 60 70 جنيه اللي معايا دول ما بيكفوش حتى يعني اجيب لهم اي حاجة، فبتبقى صعبة، صعبة على اي حد عنده عيال. وقهرة الراجل صعبة، والله صعبة، ما حد يستحملها. وبخاف برضو الواحد وهو نايم كده يقوم الصبح معاه سبع عيال ويلاقي نفسه في الشارع بسبب الإيجار وسبب العيشة اللي هي المرارة اللي احنا عايشينها. لما بتيجي المطرة بتخش علينا الماية من الشباك، والعيال كلها بتدف في بعضيها، وببقى مانيش عارف اغطي مين فيهم ولا اعري مين فيهم، وكلهم ببقى صعبانين عليا. طول الليل قاعد والمطرة داخلة علينا من الشباك، ولا في شباك ولا في باب ولا في أي حاجة، للأوض كلها مفتحة، وصعب علينا يعني، وصعب على أي حد زيي. والله يا ابني بطلع من بعد الفجر بالفاس دي وبرضه ما بتجيبش، و هنعمل إيه؟ وعيال مستنية، كل عيل عايز نص جنيه ولا عايز جنيه ولا عايز أي حاجة. ما والله نفسي حد يا ابني يفرش لنا البيت وننام على سرير ولا فرشه، وبصلنا بصت يعني بصه برحمه. لا ولا في دولاب ولا في مروحه ولا في غساله ولا في اي حاجه، زي ما انتم شايفين الحياه، زي ما انتم شايفين كده.
احنا بدأنا سنة جديدة او عام جديد، وفكرة انه احنا بدأت علينا عام جديد واحنا موجودين في بيوتنا في وسط اولادنا، دي نعمة كبيرة جدا من عند ربنا سبحانه وتعالى. كل حد موجود في وسط اولاده وقادر انه يكفي بيته ويكفي اولاده ويحقق لهم رغباتهم او يقدر يجيب لهم اللي نفسهم فيه، تصدق على النعمة دي، لانها نعمة كبيرة جدا انك قادر تدي ولادك وقادر تكون في وسطهم واقف على رجلك وقادر تقوم باحتياجاتهم وبالمسؤولية اللي عليك. واللي دخلت عليه السنة وافتقد حد من الناس العزاز عليه اللي قريبين منه، اللي هم احنا بنقول ان هم عمود البيت زي ما بيقولوا كده، تصدق عنهم لان دي الحاجة الوحيدة اللي هتنفعهم وهم في اخرتهم. اسرة زي دي لسه كنت بقول انه ممكن يكون طلباتهم بسيطة، يطلبوا حاجة واحدة، هم ما عندهمش اي حاجة، بيت زي البيت اللي احنا شفناه دلوقتي، اسرة فيها اب وفيها ثلاث اطفال محتاجين مجهود كبير ومحتاجين مصاريف كتيرة جدا، ومحتاجين انهم لما يبقوا نفسهم في حاجة يلاقوا اللي يجيبها لهم، دول اطفال صغيرين لسه ما وقفوش على رجليهم. ان العمود البيت زي ما بيقولوا كده، الاب يقول ان احنا ما عندناش اي حاجة، نفسنا يبقى فيه سرير، نفسنا يبقى فيه كنبة نقعد عليها ولا كرسي نقعد عليه، اكيد مش بالسهل ابدا. هو طبعا عايز اقول حاجة، هو السيد اللي معانا في الحلقة اسمه السيد ده من ابو صوير في الاسماعيلية، الراجل ده عنده اصابة في رجله، مرض معين كده ما يخلوش يعرف يشتغل، لان هو بيخرج يشتغل وهيعمل ايه؟ هو الحوجة صعبة قوي طبعا، وطبعا زي ما سمعنا كده بيخرج بالفاس، برضه شغل بدني صعب جدا في الارض مع مرض رجله مع حوجته صعبة قوي. اللي زي ده احنا محتاجين ان احنا بسرعة نأهل بيته ونفرشه له ونعمل له مشروع يعيش منه، ودي سهلة على احباب البر والتقوى اللي بيشوفونا. يلا بسرعه اتصلوا على 19038 وخليكم معنا ان شاء الله. نورتني يا دكتور عماد، بشكر حضرتك واشوفك على خير ان شاء الله. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشتوا كل يوم اشوف حضراتكم بكره على خير ان شاء الله. سلام عليكم.